السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بامر الله هنعمل كنافه 10 دقايق. طبعا زي القطايف كده، يعني اشمعنى قطايف عملناها 10 دقايق نعمل الكنافه هي كمان؟ الحقيقه هي فكره جوز خالتي ربنا يدي الصحه، كان بيعملها في مصر وعلمها لي. لو حد فرنه متعطل، حد مستعجل، ممكن تعمله على البوتاجاز بكل سهوله و10 دقايق واقل كمان. تعال نشوف الطريقه مع بعض والمكونات، جميله جدا، اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم، وان شاء الله تبقى حلوه وسهله. هي الفكره فيها انها بسيطه، مش محتاجه الفرن وما بتاخدش وقت خالص، مش بستنى حاجه، يا دوبك على البوتاجاز 10 دقايق وبتبقى ممتازه. نفس طريقه الكنافه العاديه، بس بدل ما نعملها في الفرن هنعملها على البوتاجاز. تعال نشوف مع بعض الطريقه. دي كنافة جايباها من محل عربي، انا هستخدم نص الكمية اللي موجودة في العلبة، اقل من نص كيلو تقريبا، هي ماركة زياد، حلوة برضو. هاخد بس يعني اقل من نص الكمية. طبعا حطيتها في الفريزر وطلعتها شوية وقطعتها عشان تبقى سهلة معايا. ما مش عارفين تقطعها، تحطها في الخلاط او بالمقص، تمام؟ تقدروا تقصوها، بتبقى سهلة برضو. هضيف معلقتين كبار من السمنه، السمنه دي جي، نوعها سمنه زي البلدي كده بتاعتنا في مصر، السمنه البلدي بالظبط. هضيف منها معلقتين كبار، وهضيف معلقه من السكر البودره، تمام كده. خلاص كده افركهم بقى كويس مع بعض كده، السمنه والسكر البودره والكنافه. طبعا لو كميه الكنافه زياده عندي هضيف سمنه زياده، السمنة دي حلوة قوي زي السمنة البلدي بالظبط، ممكن تلاقيها في اي مكان. وانا حاطة على البوتاجاز هناك هورة الشربات او العسل بتاع الكنافة، انا عملته قبل كده في كذا فيديو، كوبايتين سكر على كوباية مية كبيرة او كوباية ونص مية، وبنعصر عليها بعد 10 دقايق كده من على النار، بنعصر عليها نص ليمونة وبس كده. خلاص قلبنا كويس الكنافه بالزبده والسكر، عندي صينيه اهي دهناها سمنه، وهاخد نص كميه الكنافه وادوس عليها كويس قوي، يعني اضغط عليها كويس في قعر الصينيه بحيث ان هي تبقى مستويه. طبعا الحشو ده يرجع لكم، يعني عايزين تحشوها مكسرات، تحشوها جبنه، تحشوها مهلبيه، ما تحطوش فيها حشو خالص، دي حاجه ترجع لكم يعني حسب الرغبه. بنضغطها كويس كده عشان تبقى مظبوطة معايا في التحمير، ويبقى كل من كل ناحية يعني ومن كل مكان يبقى متحمر كويس كده. خلصت اهو اول طبقة، احط بقى المكسرات بتاعتي، سوداني، زبيب، جوز الهند، فستق، المتاح عندكم زي ما انتوا عايزين. هخلص الحشو بتاعي وافرده كويس كده على حد الاطراف، وبعدين هضيف الكمية التانية من الكنافة وهضغط عليها برضو كويس قوي عشان تبقى مستوية من كل ناحية. طيب بعد ما اخلص بقى، انا محتاجة عندي غطا يغطي الصينية، يكون على قدها بالظبط بحيث ان هو يقفل على الصينية، لان السخونية لما احطها على عين البوتاجاز السخونية اللي بتطلع دي هي اللي هتسويها، فلازم يبقى عندي غطا يعني ياريت يبقى عد الصينية بالظبط. انا عندي هنا غطا، بس مش هو مش هيبقى على طول الصينية، بس هيبقى مناسب يعني. ده الغطا اللي عندي، وياريت بقى لو عندكم غطا مناسب يقفل الصينية كلها من الجوانب كمان يبقى افضل طبعا، زي ما انا عاملة كده، فحسب المتاح. هحطها بقى على عين البوتاجاز، النار تبقى يعني بين المتوسطة وبين الهادية، مش هنعملها عالية قوي عشان ما تلسعش مني الكنافة، انا عايزاها تستوي براحتها، تبقى بين المتوسطة وبين الهادية. وهفضل الف بيها كده داير ما يدور، ايدي تبقى فيها شغالة على طول لمدة دقيقتين بالظبط، وهتلاقوا النص بتاعها اتحمر، فهاجي بقى ايه للطروف بقى بتاعتها وادورها برضو داير ما يدور لمدة دقيقة. بصوا تخيلوا هي مش هتاخد مننا 3 دقايق ل5 دقايق من كل ناحية. شوفوا انا بعملها ازاي.
لازم ايدي تبقى فيها على طول، وافضل احركها كده، بسيبها شوية على نص الصينية، وبعد كده ابدأ بقى احركها من الحرف ومن الطرف كده زي ما انتوا شايفين. طبعا امسكوها بحاجة فوطة ولا حاجة لانها بتبقى سخنة اكيد، ما بتاخدش حاجة خالص يا جماعة والله، يعني حاولوا تجربوها، مش هتاخد منك 10 دقايق وانتوا واقفين على البوتاجاز. تمام، انا جيت اشوف الغطا لقيته سخن معايا، فهي خلاص كده ابتدت تحمر 2 دقيقة بالظبط، يعني بعد 2 دقيقة هتلاقيها احمرت معاكم. بعد 3 دقايق بالظبط بصوا هاجي اشوفها كده من الطرف، ابتدت تحمر اهي من النص، لسه الطرف شوية اهي، شايفين حمرت شوية ازاي، لسه الطرف شوية، هبتدي الفها شوية كمان حوالي 1 دقيقة من على الطرف كده، من طرف العين. شفتها تاني اهو كده خلاص احمرت معايا، هقلبها بقى على الناحية التانية، تعالوا نشوف هنقلبها ازاي. عندك صينية، طبق مسلطح، غطا حلة، اي حاجة عندك تبقى اكبر من الصينية شوية عشان تقدروا تقلبوها، عارفين لما يبقوا عاملين اكلة وبتقلبوها على وشها هو ده اللي هيحصل بالظبط. تمام، شوفوا كده معايا. بعد ما قلبتها خبطت خط عليها بسيطة كده عشان لو فيها حاجة تنزل، شايفين احمرت ازاي معايا، طبعا النص بيبقى يعني من النص بتبقى احمر من الجناب شوية، عشان كده لازم نقعد نحركها كده من الجناب. تمام، شايفين بسم الله ما شاء الله حلوة ازاي. نيجي بقى عشان الوش التاني، هنتن الصينية عندي سمنة واشوف هحطها ازاي، ما تخافوش مش هتفك خالص، هي بتنزل كده ماسكه نفسها ما شاء الله جميله. وبعدين هرجعها تاني على عين البوتاجاز واغطيها، ونعمل زي ما عملنا اول مره، هفضل كده ادورها لمده 2 او 3 دقايق وخلاص كده هتبقى استوت معايا، واقدر اشوفها بالمعلقه الاقيها احمرت معايا وكده تبقى خلاص. تمام، خلاص كده احمرت معايا، هطفي عليها واسيبها تبرد شويه لان الشربات عندي سخن، زي ما قلت لكم لازم يبقى حاجه من الاتنين، تبقى سخنه والحاجه التانية تبقى ساقعه، فخلاص كده. شايفين احمرت معايا اهي من كل ناحية، من النص ومن الاطراف كده، خلاص استوت وبقت جاهزة. هضيف العسل بقى بتاعي، هو سخن شوية وهي خلاص بردت، وهغطي تقريبا 10 ثواني بس تشرب العسل بتاعها كده وتبقى ممتازة. خلاص هي كده خلصت، هقلبها بقى في طبق التقديم واقطعها، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، واتمنى تكون الفكرة عجبتكم، زي ما قلت لكم هي فكرتها بسيطة، لو عنده الفرن مش شغال او ما عندوش فرن اساسا، او مستعجلة او مستعجلة عليها عايز تعملها وانت واقفة، الطريقة دي ممتازة وحلوة جدا ومستاهلة، اتمنى ان هي تعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين.